هذا محمد وهو يرعى الإبل في وادي المغيال الحدودي. محمد وإبله يجوبان أرجاء الوادي غير آبهين بما يردده الإعلام الحوثي عن الأوضاع في القرى الحدودية القريبة من اليمن، لأن من يرى ليس كمن يسمع. وادي المغيالة في قرية الحقلة الحدودية، وإحنا الحمد لله ساكنين آمنين في بيوتنا، نرعى مواشينا الإبل يوميا، نحمد الله ونشكره على فضله في هذا ظل هذا الأمن والأمان. أما علي الحيدر فهو يرعى أغنامه في الوديان الحدودية القريبة من الأراضي اليمنية بشكل يومي. منذ تقاعده قبل سنتين عايشين فقرانا ومع حلالنا في مزارعنا ولا في أي سوق جانا الحمد لله، لا علينا من الحوثي ولا من داعش ولا من عفاش ولا غيره، نحن آمنين ننام وبيبان نفتح. أما فاطمة أم علي فلا تمنعها سنواتها الستون من تقاسم المراعي الطبيعية مع صديقة عمرها الحاجة غنيمة، ولها في حرب التصريحات المضللة فلسفتها الخاصة. إن شاء الله تمام، والحوتي ما يخوفنا وإحنا مبسوطين، اللهم له الحمد وله الشكر، إحنا في أبيطاننا وفي أبيوتنا وبين أولادنا وأولادنا حلول وساكنين ما بخلاف الحمد لله. المراعي السعودية آمنة رغم قربها من الحدود التي تشهد محاولات تسلل فاشلة للإنقلابيين. يؤكد سكنة قرى الشريط الحدودي في مركز القفل بأنهم يعيشون أجواء الأمن والأمان، وإنهم باقون في أراضيهم ما أبقاهم الله. محمد العرب من مركز القفل الحدودي العربية.